كل على راديو الحياة تفهم صوتي 5.5. انطلاق الأشغال الرسمية لقاعة رفع العينات، هذا باش يكون موضوعنا بعد شوية في زوم سونتي مع بليل دريدي. أما أقبل نذكركم في ألو دكتور، ضيفتنا مش تكون دكتورة زهرة العلويني التبرع بالأعضاء. كل عام العديد من التوانسة مستحقين تبرع بالأعضاء والقايمات ماشية والطول. التبرع بالأعضاء فرصة أخرى باش يوصل الإنسان حياته بصفة عادية. كيفاش تصير عملية التبرع بالأعضاء؟ شنو هما الأعضاء اللي ممكن التبرع بيهم؟ وهل إنه فما خطر على صحة المتبرع؟ هذا وأكثر باش يكون موضوعنا لليوم في ألو دكتور مع الدكتورة زهرة العنويني، طبيبة مختصة في التبرع بالأعضاء. باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 035 120. سونتي 5.5، صحتك بالدنيا. نظم قسم القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي فاطومة بوركيبة بالمستير نهار الأربعاء ونهار الخميس ورشة عمل لفائدة أطباء اختصاص من أفريقيا، هذا باش يكون موضوعنا اليوم في الانترفيو. الانترفيو توت سويت. الانترفيو ورشة عمل خصت لتعليم تقنية تسريح الصميم المتريلي بالتقنية اليابانية إنوي، وهي لفائدة 17 مختص في أمراض القلب من 15 دولة إفريقية بإشراف من مخترع التقنية الياباني، وذلك في نطاق فعاليات القمة الثامنة للمؤتمر الياباني الدولي للتنمية بإفريقيا تيكات ويت اللي كان عقد نهار 27 و 28 أوت، وكان هذا تحت إشراف رئيس قسم القلب والشرايين بالمستشفى فاطومة بورقيبة الدكتور الحبيب كامرا اللي كان أدلى بالتصريح الإعلامي التالي. هم 15 فات 15 من 14 بلاد افريقي وقع استدعائهم في للمشاركه في ورشه عمل لتسريح الصمام الميترالي ديفال في القلب، اسمها ديفال ميترال بالعربي تسمى الصمام الميترالي، بتقنيه تاع مخترعها الياباني اسمه بروفيسور كينجي إنوي، وهو جاء معنا للمشاركه، هم تعرفوا عليه بحيث عدينا يومين في القيام في هذه العمليات، وبطبيعه الحال تعلموا منا ومنه هو كل توليدي تاعي تكنيك بتاع العملية هذه، ورجعوا فرحانين بطبيعة الحال خاطر تعلموا. ورشة مش كافية باش يتعلموا كومبليتمون التقنية هذه، لأن فيها شوية معناها ديليكاتيس، يعني مش تقنية ما تعرف عملية في القلب ما تتعلمش في يوم وفي يومين، ولكن بداية طيبة لمشروع تكوين زملاء الأفارقة عن طريق طواقم تونسية معناها عندها الإكسبرتيز في الميدان هذا. التقنية هذه عندنا مدة، احنا عندنا مدة نعملوا فيها، ما تعرف تونس عندها مكان رائد في ما يسمى مداواة أمراض القلب القسطرة، يحب يقول بدون فتح الصدر سون شيرجي كاردياك. عندنا دور ريادي مش كان في التسريح الصمام الميترالي، في عدة حاجات أخرى، وفي الحالة هذه بالذات من هذا مؤتمر ياباني فوقع تطرق لهذه التقنية بالذات، لأنه اليابان عنده وضع ثقة نتاعه في تونس وفي الأخصائيين التوانسة باش يقوموا بهذا الدور لترانسفير التكنولوجي، معناها باش نحولوا هذه التقنية، نعلموا هذه التقنية اليابانية إلى الزملاء الأفارقة. أن جرون ميرسي لأطبائنا التوانسة، لكل عادة نحن رائدين خاصة في أفريقيا في المجال الطبي، مرة أخرى إنجازات تونسية 100%، حابين ديما نحكيو عليه وخاصة في